احمد، كنا عايزين نتكلم على اسباب الدوالي. هو في اسباب رئيسيه وفي اسباب تؤدي الى وجود دوالي. الاسباب الرئيسيه ضعف في الصمامات التي توصل الدم من الاورده العميقه للاورده السطحيه، تمنع ارتجاع الدم من الاورده العميقه الى الاورده السطحيه، ودي موجوده على كذا ليفل في الرجل. احنا معانا فيديو على فكره، يا ريت نحضره واثناء الدكتور احمد بيتكلم. ودي موجوده على كذا ليفل في الرجل. معانا فيديو يا دكتور احمد، اتفضل. اتفضل. الاورده ديت طبعا زي ما احنا شايفين اهو، الدم طالع من الوريد. الاورده دي اذا ضعفت الدم ما بيرجعش كويس. ايوه. يبتدي الوريد يخزن الدم، يحصل له الونجيشن، يحصل له استطاله. استطاله، ايوه. يحصل له تورشس يبقى معرج. ويحصل له دايلاتيشن يبقى متسع. ايوه. وتبتدي تظهر علامات الدوالي في الرجل. دي طبعا موضح عندنا. دي طبعا بخلاف السطحيه اللي هي الشعيرات اللي احنا قلنا عليها. ايوه. ليها قصه ثانيه خالص. في اسباب ثانيه وتبقى في الستات اكتر من الرجاله بسبب الحمل والوزن الزايد. ايوه. وفي يعني الحمل يا دكتور ممكن نتيجه ضغط الرحم على الاورده العميقه. الاورده العميقه بتؤدي الى عدم ارتجاع الدم كفايه، بتخدي في ستاجنيشن، في احتجاز للدم في الرجلين. أيوة. يبتدي يظهر الدوالي. زي كده موضح في زي كده موضح كده في الصوره. ايوه. في بعد كده حاجات بقى مؤديه. زي ما حضرتك ذكرت في اول الحلقه، اخواتنا الجراحين، اخواتنا بتوع الاسنان، اخواتنا بتوع الكوافير، عساكر المرور. أيوة. الوقفه الطويله، ومش مع كل حد طبعا، مش كل حد يقف فتره طويله، لا، هو لازم يكون فيه ضعف اساسا في الصمامات. ايوه. ما في ناس كتير بتقف ما عندوش حاجه، يبقى الوقفه الكتيره مع ضعف الصمامات تؤدي الى وجود